ولكن أذهب الآن ربما إلى هذه الكلمة أو هذا المؤتمر الصحفي لماثيو ميلر ونعود مرة أخرى. حدثت بناءة في المنطقة الأسبوع الماضي لمحاولة الوصول لاتفاق بشأن الفجوات الأخيرة، وأعتقد أنكم استمعتم للوزير عندما كان في المنطقة، قال أن إسرائيل وافقت على المقترح، ولكن هذا ليس نهاية الطريق، فنحتاج إلى تطبيق هذا المقترح. في هذه المرحلة في 3 سبتمبر في الساعة 11:30 في المساء، هل كانت هناك محادثات جارية وأين عقدت هذه المحادثات؟ لا يمكنني الحديث نيابة عن الوزارة، حتى إذا ما لم تكن الأطراف في نفس الغرفة فهم يتحدثون بطرق مختلفة ويعودون في بلادهم. في المناقشات على الأرض من كان منخرط؟ كان الوزير منخرط. لن أخوض في تفاصيل. ممثلون من السفارات في الدوحة وفي مصر وفي القدس كانوا جميعا منخرطين. متى تتوقع هذا المقترح الجديد الذي أعتقد أنه لا يختلف كثيرا عن النسخة الأخيرة؟ صححني إذا ما كنت مخطئا. متى تتوقع أن يقدم للإسرائيليين؟ لا أريد أن أضع جدولا زمني هنا. نحن نعمل مع الشركاء في مصر وقطر والوسطاء الآخرين في هذه المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا، وسنحصل على موافقة جميع الأطراف ونأمل أن نحصل عليها. بشأن هذا المقترح، لماذا تواصلون تسميته بأنه مقترح نهائي؟ هل هذا يعني بأن إذا ما فشل هذا المقترح ستترك هذه العملية؟ لن أطرح أي افتراضات، لا نريد أن يفشل بالتأكيد. لن أتكهن بأي شيء ولا أعتقد أن هذا المقترح لن يقبل. نأمل أن يقبل. يمكننا فقط أن نأخذ خطوة للوراء وأن نقول أننا نعتقد أن الاتفاق مهم للغاية، هو لتخفيف معاناة الفلسطينيين الأبرياء الذين يعانون وماتوا ويتواصل موتهم دون ذنب، والمحتجزين أيضا وعائلاتهم. الولايات المتحدة لا يمكنها أن تلتزم باتفاق، فنحن لسنا طرف في هذا الصراع. هذا أمر يعود إلى إسرائيل وحماس اتخاذ قرارات صعبة للوصول إلى اتفاق، وما سنواصل فعله نيابة عن الولايات المتحدة وقطر ومصر هو أن نقنع هذه الأطراف لما يكون الاتفاق في مصلحتهم، ولكن لسنا نحن الأشخاص الذين يمكنهم أن يتخذوا هذا القرار. وإذا لم يظهروا المرونة ويقبلوا بالاتفاق، هل اسمح لي أن أسأل السؤال بطريقة أخرى؟ هل يمكنكم أن تقول بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن بذل الجهود واستعادة المحتجزين؟ لا أريد أن أتخطى الأمور الحالية. نحن نعمل ليلا ونهارا لمحاولة الوصول إلى اتفاق ووضع مقترح مع مصر وقطر، ونعتقد أن كل الأطراف ستقبل بهذا المقترح. هل الحكومة الأمريكية تعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو يشعر بمدى إلحاح هذا الأمر؟ أحد الأشياء التي استمعت للوزير يقولها آخر مرة كان في المنطقة هو أنه كل يوم
كل يوم يمر من دون اتفاق، هناك مخاطر، وأحد هذه المخاطر هو الصراع الإقليمي الذي نحاول أن نتجنبه، وأيضاً الفقدان المتواصل للأرواح الفلسطينية البريئة. وذكر أيضاً بوضوح، وأعتقد أنك كنت في رحلة، أنه يمكن أيضاً للمحتجزين أن يموتوا. لذلك نحن ندفع بالتعجيل بالوصول لهذا الاتفاق. شيء أخير، نتنياهو البارحة قرر أن إسرائيل لن تنسحب من ممر فيلادلفيا، وهذه أحد النقاط العالقة. وكذلك نحن أوضحنا مبادئنا فيما يخص الوجود الإسرائيلي. أعذرني، قصدت التواجد الإسرائيلي في غزة. هذا أول يوم عمل لي منذ الإجازة. أوضحنا ما نؤمن به فيما يخص الوجود الإسرائيلي في غزة. وفي المقترح الجسري الذي قدمناه الذي وافقت عليه حكومة إسرائيل، اشتمل على نزع القوات الإسرائيلية من ممر فيلادلفيا. وقلت أيضا أن هناك عدد من التفاصيل التي تحتاج إلى المزيد من المفاوضات لاختتام طريقة التزام الأطراف بالمعايير. في وقت سابق اليوم البيت الأبيض تحدث عن هذا المقترح مع أن أوامر ما تتعلق بهذا المقترح. لا، لم أطلع على هذه الأوامر أو الطلبات. I said we're going to take this one day at a time or one step at a time. Okay. تقصدين أنه مقترح نهائي؟ لا أعرف إذا ما كان هذا مقترح نهائي أو لا. Is necessary in order to forestall a resurgence of Hamas fighters. What is the U.S. position on that? Does the U.S. believe that a military presence permanent is necessary? هل الولايات المتحدة تعتقد أنه أن الوجود العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا يمنع أو أنه ضروري؟ أول شيء، نحن نعتقد أن هذا في مصلحة إسرائيل وأيضا الفلسطينيين في غزة، أن لا تتمكن حماس من تسريب الأسلحة عبر ممر فيلادلفيا، وهذا في مصلحة الجانبين. ولكن نحن نعارض الوجود طويل الأمد للقوات الإسرائيلية في غزة وإعادة احتلال غزة. وفيما يخص التفاصيل الفعلية لن أتحدث عنها الآن لأنها تبقى موضوع المفاوضات، وما سيوضح الرئيس الخطوات الأخيرة للعامة بعد ذلك. لم أقصد سؤال سياسي، ولكن أنا أفهم السؤال، وليس من المفيد لي أن أخذ في هذه التفاصيل بشكل عام الآن الخاصة بتواجد القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا. When might that happen, considering you need Hamas's leadership sign off on a potential hostage and ceasefire deal in the near term? So when do you expect this justice and this payment for crimes to be delivered? I'm not going to put a timetable on it, but I think the United States has shown. لا أعتقد أن الولايات المتحدة أظهرت أنها لديها ذكرى طويلة فيما يخص، وأنها تتعامل مع مسألة موت المحتجزين من الأمريكيين. Our entire focus
تركيزنا الكامل كان على تأمين اتفاق لإعادة كل المحتجزين الأمريكيين والجنسيات الأخرى. أولوياتنا هي الأمان وسلامة الأمريكيين في الخارج، ونحن نركز على إعادتهم لأمريكا على المدى الطويل. نحن نعمل على إعادتهم جميعا. لدي سؤال بشأن قرار المملكة المتحدة لتعليق بعض التسليح لإسرائيل. لديك الكثير من الأسئلة، أعتذر، فنحن نهتم بهذا الموضوع كثيرا. هل غير ذلك موقف الولايات المتحدة بشأن انتهاك حقوق الإنسان؟ هل تفكر الولايات المتحدة في صادراتها من الأسلحة؟ هذا يتعلق بحرية المملكة المتحدة في قوانينها. لم تكن هناك أي حتى منذ أبريل عن استخدام الأسلحة الأمريكية أو إرسالها. نحن نجمع المعلومات عن استخدام هذه الأسلحة. فيما يخص قرار المملكة المتحدة، هل أجرت الولايات المتحدة مناقشات مع المملكة المتحدة قبل اتخاذ هذا القرار؟ نعم، أخطرونا بهذا القرار، وكان هذا نهاية المحادثات.